لم تحل كلمات الرؤساء والاجتماعات الجانبية في الأمم المتحدة دون إقدام الفلسطينيين على التقدم بطلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة. الرئيس محمود عباس منفذ الخطوة التاريخية بالنسبة لشعبه، سلم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى الأمين العام في مكتبه في الأمم المتحدة في مغلف يحمل شعار دولة فلسطين. وقام الأمين العام بفتح المغلف لإلقاء نظرة سريعة على الطلب، على أن يقوم الأخير بتحويله إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه، غير أن إسرائيل سارعت إلى إبداء أسفها لطلب عباس. إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمته القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. الرئيس الفلسطيني اعتلى منصة الجمعية العمومية منددا بتصرفات إسرائيل التي تمعن في قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات وجدار الفصل. إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضاً بتقويض وضرب بنيان السلطة الفلسطينية بل وإنهاء وجودها. وفيما لم يعلن عباس رفضه لخطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رغم توجهه إلى مجلس الأمن، أعلنت إسرائيل رفضها لاقتراح ساركوزي بإعطاء وضع دولة مراقب لفلسطين في الأمم المتحدة، لأنه من المستحيل تجاوز المراحل عبر إعطاء الفلسطينيين دولة مهما كانت تسميتها، وفق ما أكدت الخارجية الإسرائيلية. وفي خضم السجال الأممي بشأن الخطوة الفلسطينية، اعتبر الطرف الفلسطيني الآخر رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية أن المداولات الجارية في الأمم المتحدة حول مسألة منح العضوية لدولة فلسطينية تمس كرامة الشعب الفلسطيني. نضال سلمي يشدد عليه القادة الفلسطينيون مهما كانت نتيجة طلبهم الذي يحدده مجلس الأمن، خصوصا بعد تأكيد الفيتو الأمريكي والوعيد الإسرائيلي للرد على الخطوة الفلسطينية.